السلامة بشير. دعي لي جميلة. شو؟ ولي عمي أبو عصام؟ شو عم تساوي هون ولا؟ أهلين عمي أبو عصام. هيك أهلك ربوك؟ قللت الأدب قلت الحياة؟ والله يا عمي أبو عصام. ولا؟ نحن أهلنا علمونا وربونا وتندق أبواب الناس نعطي ظهرنا لأصحاب البيت، وعلمونا نخاف على حريم الجيران قبل ما نخاف على حريمنا. وين أبوك ما رباك هيك ولا؟ والله يا عمي فترة عم تقول له لأبوك أدبني وربيني، فهمت؟ وخبز ما عدتنا معنكم. طيب ورجلك إذا تشوفه هون بكسره. روح يا لعنك، لا فيك شرف ولا فيك ناموس. تأخرت لهلا. كنت عم بدي الخبزات لبيت عمي أبو عصام. ايه وبعدين وين رحت؟ ما رحت على محل. ماشي، فوت جايز خبزات عمك أبو حاتم عشان توصلهم بسرعة. يلا جاهزين الخبزات عمي بشير؟ تكي بكون جاهزين عمي. لك يا أبو طه خلصونا، شو صار كل يوم؟ أبو عصام؟ العمى ليش ما رد علي؟ شبو؟ اشتقنا لك يا عمو. وأنا بالأكثر تقبروني. تقبري قلبي يا عمو. خالي هون يا عمو؟ ايه جوا خالك. ايه يلا بدك شي يا عمو؟ عودي يا عمو. لا معلش خليني يتيسر، ارضي علي انتي. الله يرضى عليك. السلام عليكم. مع السلامة حبيبي، الله معك. والله يا عمو البيت بلاكي ما بيسوى شيء. الله يسامح ابوكي. ليش مو يبعت حمى لفوزية وجوزها؟ معلش يا بنتي هذا اللي صار. ها اهلين وسهلين. مرحبا خالي، كل سنه وانت سالم. وانت سالمه خالي. شلونك خالي؟ اهلين خالي، فوتوا خالي فوتوا. لا معلش خالي ما بدنا نطول، بدنا نروح على البيت. ليش؟ والله يا خالي في عنا طبخ وشوية شغل بالبيت. لا ما في روحة، واعملوا حسابكم فطور كان عنا اليوم. بس يا خالي اسمعي كلمة خالك يا بنت. أنا رح أجيب لك لحمة لبن مشان نساوي لنا شاكرية خالي. قال أنت بتعرفي تطبخي أحسن من أمك، صحيح الحكي؟ هيدا كان ترباية أمي. يلا يرضى عليكي. يلا يا بنات فوتوا شلحوا الملايا. عاوزة شي أختي؟ سلامة عمرك أخي. يلا السلام عليكم. الله معك، مع السلامة.
يا عمو؟ دريتي شو صار؟ دريت يا عمو دريت. فوتي تقبريني فوتي. أيمن عمي. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل يا عمي. عوضين. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. تصرع لي وين أبي؟ ليك يا أبي. لك عم تحرق فيا. لا يا شفت لك خالك بكاسي؟ هربت من قريته. خير ما عملت. أمك شفتها؟ هيك شو بيعصرية يعني. شلونها؟ ماشي حالها يا أبي بس مو مرتاحة. مكسور خاطرها يا أبي. إنه أنا لهلا ما عم أفهم يا مو، أنا شو دخلني بكل هالقصة؟ طولي بالك يا عمي طولي بالك. يا مو أنا شو عملت لهم بس فهموني. معلش يا مو معلش، والله بكره ليجوا يبوسوا الصرامي. ابراهيم ما دخلوا، انا بعرف ما دخلوا. ليش مين اللي طلقك هو ولا ابوه؟ انا ما عم بحكي عن ابراهيم. ابراهيم ولا ابوه هن الاثنين اهلونا بطلاق دلال يا مو. يا مو يا مو والله فرحتيني. وفضل الله وابو عصام رجع مثل الاول، بس لساته زعلان يقبر عيوني. يو الحق معه يزعل، هو بحب دلال ودلال بتحبه. يكتر خيره هالأبو عصام اللي اجى لعنا. لك الله يخلي لنا هالأبو عصام. لسه ما قلت له عن حال ابراهيم، ما لقيت لك يا الا تغير لونه وزور لك يا شو زوره، وقال لي مع السلامه انت امزقي انا بشوف شو بدي ساوي. بس مالك يمين تحلفيني، انا خفت كثير انه ما يجي لعنكم بعد اللي صار ببنته دلال. ضليت طول الليل صلي وادعي له. يو الله يخلي لنا اياك يا حق. تفضلي. شو هاد عدي خانم؟ يو يا عبي الشوم هدول حلوان تعبتك معنا. يو شو هالحكي تقبريني؟ والله ابراهيم غالي علي كثير كثير، ان شاء الله بيسلم هديات يا حق. الله يسلمك. بس شوفي عادليه انت ما لازم تسكتي، ابراهيم متعلق بدلال ومشانه المسكينه قلبت على نصها. يبعت لي حمى عليها لانه بينخاف ترجع له الحاله مره تانية. لا ايوه ولي على قامتي. بعملي حسابك ورجعي وزي باذن جوزك مشان يرجع له اياها. لا تنامي وتتركيهم يتعذبوا. لا ايوه ما راح اتركهم. وينك من اليوم بلشي فيها ان شاء الله. يلا تسمحي لي عدلية خانم. وين بكير امزكي؟ لك اختي بدي روح شوف شو بدي افطر. ايه لا تعملي شيء، انا عامله فخده ورز من تحت دياتك. بالله ايه تعالي قبل المغرب خدي فطورك وادعي لنا. ان شاء الله بعيشوا ايديكي يا حق. يلا خاطرك هلا. بامان الله. مع السلامه. الله يسلمك. يلا ابي عصام الله يرضى عليك خفه انت يا ابي خفه. روح على بيتك شوف شو بدهم اغراض قبل ما يقدم. يلا امرك يا ابي. السلام يلا عليكم. يلا الله يرضى عليك. الله معك على السلامه. يا ابي انا رح نجيب اخواتي من عند امي. لا تعذب حالك ابي، امك ما رح تخليهم يجوا. وشو بدنا ناكل يا ابي؟ مين بده يحط لنا فطور؟ انت. انا؟ لك انا شو كبيره عليك يعني معتزبك؟ لا يا ابي مو كبيره بس يعني هذا شغل نسوان يا ابي. معلش على حالك ابي، تعال حالك. يلا قول الله تعالى. امرك يا ابي امرك. أنا شو بيعرفني بشغل النسوان؟ أنا شو بيعرفني بشغل النسوان؟ ضروري إخواتي يروح يناموا عند أمي. حلو يسحبوها شي يومين ثلاثة كمان بتكون كملت. يلا يا ابي جاي جاي خلصوا. لك يا ابي ضارب المدفع ولسه ما اجيت. يلا يا ابي خلصت خلصت. خلصنا بالك ابي والله متنا من الجوع.
ربي هالليلي على خير. قفل فوق قفل دكانة أبو عصام؟ هو بذاته هالندل. والله أنا قلبي كان شاكك لي بهالواطي. لأنه ندل. يعني أبو عصام كان ناوي يرجع حرمته لولا لعنة الله عليه الندل. هلا كل المشاكل غلبتك شفتي؟ ايه معلش معلش، يوم الك بيوم عليك، هذه كل مرة أنا غلبتك. تفضلي خالتي. يسلموا هالإيدين. تفضلي يامو. يسلموا يامو. بدك شي مني يامو؟ لا، روحي ارتاحي ونامي تقبري. عن إذنك خالي امسكي. إذنك معك حبيبتي. شايفة يا امسكي؟ شايفة قديش مقهورة وزعلانة؟ صدقيني قلبي محروق عليها. لك مو كله منك. ايه بس لا تحملي همها، عندي حل لمشكلتها. شلون امسكي دخيلك؟ ريحيني وريحيها. هاي راحتها عند رفيقتي ام عبد الله. مين هي ام عبد الله؟ ما بتعرفيها. هاي وحده بتحل مشاكل الناس اللي مثل حكايتك. وبيطلع بايدها تحل مشكله لطفيه؟ لك مالك غيرها. بتعمل لك عمال، بتخلي عصام يجي لعندك كرفتي، وإذا ما بيركع تحت إجريكي ما بكون أنا أمزكي. وإمتى بدنا نروح لعندها؟ دخيلك إمتى؟ بكرة إذا بدك. دستور يا حبيباتي دستور، هدول ضيوفنا، لا تأذوهم ولا بيأذوكم. دستور دستور. لك مع مين عم تحكي؟ مع اخوات العفاريت. اصبر شوي. لك لا تخافي، هدول اخوات العفاريت كثير تصرف. امسكي. نعم ام عبد الله. نعم نعم. ولك ما عرفتينا وعرفتي اخواتي على الست يلي معك يا امسكي. هي فريال جارتي وبنت حارتي ومثل اختي، ونحن جايينك بشغله، وما لنا غير الله وانتي، والله يخليكي، بدنا اياك تساعدينا. دستور دستور. سمعتوا يا اخواتي؟ سمعتوا؟ لازم تساعدوهم، وكل شي بيتمنوه لازم يصير. ها دستور، وكل شي بيتمنوه دستور. ساعديني دخيلك، ساعديني وانا مستعدة اعطيك اياه اللي بدك اياه. ساعديني. عدو تفضلوا. عدو ولك عدو. دستور يا اخواتي، سمعتوا؟ مشان الشغل بدنا نشتغل. جهزوا حالكم، كل واحد يقعد بمطرحه. ها انا جاي لعندكم. شفته بعينك كيف كان عم يترجاني مشان اصفط عنه وسامحه. نق على رجلي بده يبوسها. لولا كرامته سامحته، مع انه عمل معي ناقصه. هلا ابو بشير عمل معك ناقصة؟ ايه نعم عقيد، ساواها وكبيرة كمان. بس ابو بشير بحياته ما عمل ناقصة مع مخلوق. ايه بس ساواها معي عقيد، ولولا غلاوتك بحياته ما بيطلع من الحبس. وشو ساوى معك؟ تبلي عقيد تبلي. وبشو تبلك؟ قال شو؟ انا ما عم فيقوا على السحور، مع انه طبلتي وصوتي عم يفيقوا كل اهل الحارة. يعني في سبب؟ والله يا سيدي. معناتها انت اللي عملت المشكلة. هو شوف ابو غالب، لا تعمل لي مشاكل مع حارة الطبع.
بتخلى شغلك وبتروح على بيتك، عم تفهم ولا لا؟ ما بتتعرض لحدا بلوم، وما بدي اسمع انك خلعت مع حدا بلوم، فهمت؟ عمك عمرك سيد راسي جسر ابو غالي عمك دعينا عقيل الله يصلحك شو بتحب المشاكل الله يخلينا اياك يا عقيل جسر الله معك تازي يا مارو خبز الملوك يا مارو اطيب من شو هالبني ادم هاد؟ لكن بيشتري المشاكل شري شري بيشتري مشاكل الله ينزع صباحك ابو غالي ما لازم يفوت على الحاره وما راح خليه يكمل الشهر بس ما بعرف ليش انت هيك ساكت اوكي هلا الزلمه مشي خشبه اكل نصيبه مشي خشبه يا ابو بشير انت ايش كان عاده معك مره ثانيه بلا تسكت له اخي المهم ابو عصام نعيما عمي الله ينعم عليك نعيما اخي نعيما الله يرحمه معوضين السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كنت عم تحكي شيء يا ابو بشير يعني انا ابو عصام ما بدي اتدخل بخصوصياتك بس يعني مو حلوه تضل هيك شلون يعني ما فهمت علي يعني مشان اختم عصام لازم ترجع لعندك ما عاد تفرق اخي ابو بشير خلاص انا رميات انا اطعم من عندي خلاص ايه ما عم تحكي من قلبك ابو عصام لا سيدي عم بحكي من كل قلبي هالمره خلاص انا ما عاد بدي اياها سيدي يلي بعرفه انه انت ما نمت بالدكان مشان ما تفارقها ويلي اكد لي الشيء كلام ام توفيق بعد ما زارتنا وخبرتنا وقبل ما يشوفوك نايم بالدكان حماتي وين رايح يا حبيب؟ مشوار يا ابي ما بتاخر لك قلت لي نسوان الحاره عم يردوا لجنه بالقصه من زمان هلا قال لي بصراحه صحيح ما بدك ترجع مع عصام بدك صراحه ابو بشير لك انا اللي بدي صراحة والله يا بشير انا ندمان على كل شيء صار معي والله تعبت انا لك يا بشير والله تعبت وفنيت دام استنى فرج الله انت بتفرج ما بعرف صلي على النبي يا ابو عصام صلي على النبي مفروج باذن الله اللهم صل على النبي يا اخي الله يستر لك عم تكذبي علي هيك قال لك ابوكي على الكذب يا كذابه مشان انا يا ادري عبي اللي زلقتني انا وكيله لك هي اللي زلقتك انا كم مره قلت لك لا تجيبي لسيره يلا انقلي انا بعد بدي اياكي مشان الله يا ابني بوسي لا طول بالي لك انك حامله سيرتنا بالحاره وعم تفتن فيها من بيت لبيت لك ليلة مره بعد بدي اياكي مشان الله يا عصام طول بالك عم بقلك تعي لبرا احسن ما اكمل عليكي يلا يلا من بيتي خلي اوعيكي معي قولي لها لامك ما عرفتي تربيني يا عصام ولي على كثير غير بيتي ليش تربيت امه احسن يا بعدي؟ قال بعد بده يادي ليش مين عاد يرجعك لعنده؟ ايه والله ما برجعك لعنده ليه تجي ساعات تقعد عند رجليكي وتترجعكي ترجعي لما شو هن الروس ونحن المقادي؟ بس حماتي ما بتجي يا ماما ان شاء الله 60 عمره ما تجي اصلا ما بدي اياها تجي انا ما عاد بدي رجعك لعنده لحتى يتربى ويتعلم كيف يحكي مع اولاد الناس واولاد القصور لما قال انا ما عرفت ربي يضرب هو وتربيت امه لك يضرب هو وامه كمان اللهم اني صائم اللهم لا تأخذني يا رب